رحلت عن عالمنا أمس الجمعة 5 أكتوبر 2018 المخرجة الشهيرة عطيات الأبنودي عن عمر ناهز 79 عاما إثر تعرضها لأزمة صحية. دي المخرجة والكاتبة والممثلة عطيات الأبنودي. وأعلنت ابنتها أسماء يحيى الطاهر خبر وفاة والدتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، موضحة: ماما فكت قيود جسمها اللي حاصرها وروحها راحت لربنا، ادعوا لها بالرحمة والمغفرة. ده البوست اللي هو على الفيسبوك بتاع أسماء يحيى الطاهر. يذكر أن المخرجة والكاتبة والمنتجة والممثلة عطيات الأبنودي ولدت في عام 1939 بإحدى قرى دلتا النيل. دي عطيات الأبنودي الله يرحمه. وتعد عطيات عوض محمود خليل، وهو اسمها الحقيقي، أولى زيجات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي. كان لسه شاعر غير معروف ساعة ما اتجوزه، الذي أحبته في فترة شبابه وقبل أن يصبح الشاعر الكبير الذي نعرفه اليوم، بعد أن تعرضت لظروف صعبة قبل لقاء الخال إثر انفصالها عن زوجها الأول وخروجها من حالة حب فاشلة أخرى. تقابلت المخرجة الراحلة مع الخال عن طريق إحدى صديقاتها الصحفيات، والتي تحدثت معها عن مصادرة ديوان الأرض والعيال لشاعر جديد موهوب يكتب العامية اسمه عبد الرحمن الأبنودي، مما أثار فضولها لمقابلته. أحب بعضهما بسرعة وطلب عبد الرحمن يدها للزواج مشترطا موافقة صديقه الراحل يحيى الطاهر. هنا الأبنودي في فترة شبابه مع الشاعر محمود درويش والكاتبة الصحفية صفيناس كاظم في شوارع وسط البلد. هنا الخيال مع الأديب الراحل خيري شلبي. أيام الشباب، الخيال مع صديقه الشاعر أمل دنقل في استوديو قديم بمنطقة الصهاريج بمحافظة قنا. المهم، عاش الاثنان لفترة طويلة معا ولكنهما لم ينجبا أي أولاد، فقرر تبني ابنة صديقهما يحيى الطاهر عبد الله اللي هي أسماء بعد وفاته، والتي أعلنت خبر وفاتها وفاة عطيات، وكانت تعيش معها بعد أن طلقها الأبنودي وتزوج بمذيعة التلفزيون نهال كمال. دي نهال كمال اتجوزته وهي كانت شابة طبعا، هو كان كبر في السن. هنشوف القصة ايه اللي حصل. هنا الخال يقف أمام قبر دنقل ومع عدد من الكتاب والمثقفين، فريدة الشباشي هي واقفة مع نهال كمال مراته التانية. عندما فشلت علاقة شاعر العامية عبد الرحمن الأبنودي وزوجته الكاتبة والمخرجة عطيات الأبنودي، أحب الشاعر العالمية نهال كمال. وما أسرع ما تتحول قلوب الرجال، وللقصة تفاصيل وظلال. تعالوا نشوفها مع بعض. الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي كان يقبر نهال كمال التي تزوجها وهو في 49 من عمره بينما كانت هي شابة. فرق السن كان حوالي 20 سنة تقريبا. أنا معها بنتي. وتحدد قصة حب الثنائي اعتراضات الأهل وانتقادات المجتمع، وكتب الأبنودي قصيدة عن حبه لنهال قال فيها: أنا ياما قلت خلاص فات الوقت، أتاري عمري يا ناس بيبتدي دلوقت، وكأني أول مرة ببتسم، وكأن عمر القلب ما اتألم، بتعلم الدنيا من الأول وأغني من قلبي وأتكلم. كلام جميل من قلب مليء بالمشاعر. وقد حلت الإعلامية نهال كمال رئيسة التلفزيون السابقة ضيف على برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي الذي يعرض على فضائية CBC.
وشهدت الحلقة العديد من الأسرار والكواليس التي انفردت بها مقدمة البرنامج عن علاقة الحب والفراق بين نهال والشاعر عبد الرحمن الأبنودي. ولقد حرصت نهال كمال ضيفة الجزء الأول من البرنامج على إهداء الشاذلي أول كتاب ينشر للأبنودي بعد وفاته، والذي يحمل عنوان ليس شاعرا. ثم صرحت بإعجاب زوجها الراحل الأبنودي بكنبة البرنامج وشكلها المريح، هو كان يحب يهزر كتير. على فكرة الأبنودي توفى يوم 21 أبريل 2015، هنشوف مين كمان توفوا معاه في نفس اليوم في سنين تانية. سيد مكاوي توفي في 21 أبريل 1997، وكمان صلاح جاهين توفي في 21 أبريل 1986. يا ترى ايه سر يوم 21 أبريل؟ من وصايا الأبنودي، كشفت نهال كمال عن بعض توصيات الراحل لها ولابنتيهما هيا ونور باستقبال محبيه بمكتبه. دي هيا ونور ونهال كمال أمهم، أنا هو بينتخب. وأنه كان حريصا على ألا يقام عزاؤه في مسجد عمر مكرم قائلا: أنا مش بيه، وكي لا يهاب البسطاء من تقديم واجب العزاء. كان متواضع. دي نهال كمال مراته التانية. وأشارت كمال إلى بعض التعليقات التي انتشرت عقب زواجها من الأبنودي، منها البت الصغيرة اللي ضحكت على الراجل الكبير اللي يكبرها ب20 سنة والعكس. كانوا بيقولوا برضه ضحك عليها، مش معنى هي يقولوا ضحك عليها. هنا مع محمود سعد في مقابلة تلفزيونية. وأضافت كمال أنها والأبنودي وجد بعضهما البعض، وأن إيقاعها الهادئ الذي يقابله إيقاع سريع من الخال ربما كان السبب في إحداث التعادل في فرق العمر، وأنه الوحيد الذي تفهمها واحتواها، وإن لم يظهر في حياتها ما كانت تزوجه. ورغم ذلك قالت أن زواجها من الأبنودي استثناء، ولا تنصح أحد بتكرار تجربتهما في فارق العمر. وأردفت كمال أن سبب عدم ظهورهما معا في أي برنامج هو مقولة إنها مذيعة وتريد الشهرة بسرعة، لذا قدمت معه بعد 20 عام من زواجهما حكايات الأبنودي على قناة الحياة. وأضافت أن هناك الكثير من الحكايات فوجئت بها للمرة الأولى خلال البرنامج. وقالت الإعلامية نهال كمال أنها صدمت في البداية عندما سمعت من الأبنودي تعليق والدته بأنها ستكون أما لأبنائه، لأنه كان بالنسبة إليها صديق من نوع خاص، وقررت في ذلك التوقيت أن تعيد كل حساباتها لترد عليه بعد أكثر من أسبوع. ليه لا؟ كما أشارت إلى أن ما قيل عن زواجهما في البداية أنها نزوة وإشجاب لجاب، وهو أنت ليكي في السياسة يا نهال؟ ووصلك للأبنودي، وأنها كانت ترد على كل ذلك بالمقاومة السلبية مثل غاندي. وأوضحت كمال أنها والخال أعلن الزواج بعد فترة كانت الأصعب على أسرتها، حيث أقاموا احتفالا في المنزل بحضور الأقارب، وكانت راضية بعدم ارتداء فستان الزفاف، خاصة أن عبد الرحمن قال مش في السن ده، كان 50 سنة تقريبا. الشاعر الصعيدي. وأضافت نهال أن الأبنودي لم يكن يمطرها بعبارات الحب والشعر كما يعتقد البعض، لأنه كان يقول: أنا صعيدي وما عندناش الكلام ده، لكنها كانت تشعر بإهداءاته لها في كتبه، وكأنها قصائد غزل طويلة، وكان يلقبها بفاطمة أحمد عبد الغفار الشهيرة بنهال كمال. وقالت إن خلفة البنات لم تكن أبدا محل خلاف بينهما، بخاصة أن الأبنودي قال لها أنه كان
سيفوته الكثير إذا لم يشعر بإحساس الأبوة. كما عرضت الإعلامية منى الشاذلي فيديو لمنزل الأبنودي بالقاهرة مع وصف بالصوت لنهال كمال عن حبه للأنتيكات والجدران التي تحمل كتابات شعرية. وكشفت الإعلامية نهال كمال عن مشروع جديد للأبنودي، وهو عبارة عن مجموعة قصائد بصوتها عن رموز مصر مثل مجدي يعقوب وأحمد زويل ومصطفى مشرفة وهدى شعراوي وغيرهم. من جانبها طالبت الإعلامية منى الشاذلي من وزارة الثقافة بضرورة الاهتمام بالمشروع لما له من جانب تربوي وتاريخي مهم. وأضافت كمال أنها تعكف حاليا على المشروع القومي لعبد الرحمن الأبنودي وإعادة تقديم سيرته، وذلك من نازع شخصي لديها. وكشفت عن افتتاح تمثال الخال في ميدان الإسماعيلية، وأن حلمها هو عمل قناة تحمل اسم عبد الرحمن الأبنودي وتقدم أعماله. واختتمت كمال لقائها بأن الأبنودي حرص على الاحتفال بعيد ميلاده قبل وفاته بأسبوعين، لأنه كان يعلم بأنه يودع الدنيا، وأنها حضرت البرنامج ولا ترتدي الأسود بناء على رأي ابنتيها آية ونور، وأنها ستكون رغبة والدهما الأبنودي. وهنشوف صورة عيد الميلاد دهوت، ده الصورة ديت قبل وفاته بأسبوعين الله يرحمه. لو عجبكم الفيديو فعلوا الجرس واشتركوا في القناة، وشكرا.